جولة مرورية وهنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. وهنبدأ من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد في الوقت الحالي وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي إن في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، وكمان الكورنيش المتجه للمؤسسة هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور الناصر هنلاقي إن في كثافات مرورية وصولا للمنصة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وكمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء يشهد بعض الكثافات. كمان بتشهد مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي حلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. نروح مع بعض لمحافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولاً لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي، وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لبولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صف فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لغاية الطلبية، وكثافات أيضا أمام المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. برضو ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. نروح مع بعض لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيهوش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لصاحب اي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع أي زحام مروري. هنكمل جولتنا مع حضراتكم دلوقتي ونروح لمحافظة بورسعيد وهنلاقي هناك في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.